جنوب الطائف. زعيم القوم زعيم دوس قدم المدينة واسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي وأسلم، ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فردوه ولم يطيعوه وتمردوا عليه، فخرج منهم غاضبا حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: يا رسول الله، ادعوا على دوس فإنها عصت الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع يديك. فرفع يديه ظانا أن الرسول سيدعو عليهم، لكنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ما دعا على أحد، دعا على قبيلة عصت فحذره الله، قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولذا لم يبعث إلا رحمة. ارفع يديك يا طفيل، فرفع يديه فرح إن الرسول سيدعو عليهم، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، لو دعا على أمة لأهلكها الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوس واتني بهم جميعا. ثم قال للطفيل: ارجع روح ادعوهم. قال: اعطني علامة يا رسول الله. قال: نور في جبهتك. قال: يا رسول الله، في غير وجهي، هذه مثله. قال: في صوتك. رجع الرجل وقطع المسافة من المدينة إلى بلاد زهران، ولما أشرف عليهم من الجبل وإذا بالصوت في يده يولع كهرباء، قالوا: فيه نور من الجبل، إيش هذا النور؟ قاعد يرقبونه وإذا به الطفيل بن عمرو. قال: جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعا لكم. قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسلمت دوس كلها وتركوا بلادهم ومزارعهم وأراضيهم وأخذوا نساءهم وأطفالهم وقدموا المدينة. وكان منهم عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.